في اكتر من طريقه اقدر من خلالها ان انا اضيف الواجهه الكلاسيكيه لبرنامج اوتوكاد 2018. خلينا نشوف اسرع واسهل طريقه. اول خطوه اقوم بيها هعمل اغلاق لشريط الريبون اللي موجود عندي من امر ريبون كلوز انتر. الخطوه الثانيه محتاج المنيو بار، فاتك هنا على السهم ده واختار شو منيو. بعد كده الخطوه الثالثه امر تول بار انتر، بيقول لي ايه اسم التول بار اللي انت محتاجه، مثلا هختار موديفاي. تمام انتر، واقول له شو اسهل لي شريط موديفاي. شو ظهر عندي بالشكل ده. تمام، اتكي هنا كده رايت كليك عليه وابتدي اظهر كل التول بارز اللي انا محتاجها. دايمنشن، درو، لير، موديلنج لو انا شغال مثلا 3D، قائمة موديفاي تو، اوبجكت سناب اور بروباريتيز. UCS. Solid Editing. وهكذا تبتدي تظهر بقى كل الشرايط الأوامر اللي انت محتاجها. تمام، سواء كانت 2D 3D، و تبتدي بعد كده تحطها في الأماكن اللي انت عايزها. تمام، ادي قايمة دايمنشن وادي قايمة درو. قايمة اوفست. تمام، بعد ما تظبط كل حاجة تروح هنا على ورك سبيس وتقول له سيف كورنت اس، نسميه مثلا كلاسيك work space واقول له سيف. كده تسيف عندي لو قفلت البرنامج خالص وجيت فتحته من جديد. هلاقي ظهر عندي بالشكل اللي انا سيفته والورك سبيس السيف بتاعه كلاسيك ورك سبيس زي انا مسيفه. لو عايز ارجع تاني للشكل الريبون برضو موجود عندي، اختار اول اختيار درافتنج، ادي الريبون موجود عندي وادي الشكل الكلاسيك اللي انا سيفته برضو موجود عندي. دي اسهل واسرع طريقة هقدر من خلالها ان انا اضيف الواجهة الكلاسيكية للبرنامج.